السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الأول من دورات احتراف صيانة شاشات الليد، فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف من خلاله على أنواع توزيع البوردات داخل الشاشة، يعني البوردات التي ترى باور سبلاي، درايفر ليد، المين بورد والتيكون. بوردات التيكون هي هذه هنا، هذه الطاولة الصغيرة. جيد، لاحظ معي أن هناك أربع بوردات، واحدة خاصة بالتيكون، واحدة مين بورد، واحدة خاصة بإضاءة، واحدة باور سبلاي، واحدة مين بورد. بهذا الترتيب، باور سبلاي، مين بورد، وواحدة خاصة بالكتابة، واحدة خاصة بالإضاءة. جيد، هل هذا التوزيع أو عدد البوردات شرط أم لا؟ الجواب هو لا. بعض الأحيان لكن نادرا قد نجد الانفرتر أو الدرايفر ليد مدمج مع التيكون. نعم، هذه البوردة مدمجة مع هذه في بوردة واحدة، يعني بوردة واحدة تقوم بذلك العمل، وهذا العمل منفصلة من الوسط. جيد، بالنسبة للمين بورد فهي يعني غالبا تكون بعيدة على هذه التكتلات، لكن لا يمنع أيضا أن نجدها مدمجة مع شيء ما. على أي، بالنسبة للباور سبلاي أغلب الأحيان قد تجدها مدموجة مع درايفر ليد، يعني تجد هذه البوردة وهذه البوردة في بوردة واحدة مجتمعين، يعني فقط تجد القطع بهذا الشكل، قطع قطع قطع، وتجد السلك الخاص بفولتيات الإضاءة يخرج من الباور سبلاي. جيد، يعني هنا أربع بوردات أساسية، لا يمكننا أن نقوم بنقص أي بوردة، كلها أساسية. بعض الأمثلة الأخرى قد نجد فيها بوردات أقل. جيد، وهذه يعني كلمة أقل لا يعني أن العمل الذي تقوم به تلك البوردة التي نقصنا من الحساب، أي ذلك العمل لم نعد نحتاج إليه، بل بالعكس هي فقط أدمجت مع بوردة أخرى، لكن عملها ما زال موجودا وما زالت موجودة، فقط أدمجت. لذلك كون أربع بورد ليس قاعدة، هذه أولا. ثانيا، موضوع الدمج، أن نجد بوردتين أو ثلاث مدموجة في بلاك واحدة، في بوردة واحدة، هي أيضا موجودة واحتماليتها موجودة. جيد، هذه الشاشة وهذا الجهاز ككل سنعتبره أصلي، هذا الجهاز سنعتبره أصلي يعني تابع لشركة معينة. إذا كان الجهاز الأصلي يعني يكون إما أربع قطع، إما ثلاث قطع، إما كذا، كيف هو الجهاز الصيني؟ كيف هو الجهاز الصيني من الجهة الداخلية الخاصة به؟ قبل ذلك سنتحدث أولا عن انفرتر مدموج في باور سبلاي. فقط ركز معي، هنا أربع بوردات، فقط ركز معي، وهذه شاشة أخرى، لاحظ معي هنا توجد بوردة، هنا البوردة الثانية والبوردة الثالثة، إذن اختفت منها بوردة. ما هي البوردة التي اختفت؟ هي الدرايفر الخاص بإضاءة الليد. جيد، مسار إضاءة الليد هو هذا، هنا هو هذا المسار الذي يظهر لكم هنا، كما ترون هو مربوط في هذه النقطة هنا. جيد، يعني في الباور سبلاي، هنا الباور سبلاي والدرايفر الخاص بإضاءة الليد مدمجين، يعني الجزء الذي يقوم بعمل الـ SMPS، يعني دائرة التغذية الأساسية في الجهاز، زائد دائرة البوستر الخاصة بإضاءة الليدات الموجودة في خلفية الشاشة، كلها موجودة في هذه القطعة يعني البنية هنا. جيد، و يعني بعد يعني تطور الحلقات سنقوم بفصل هذه الأشياء، وفي يعني تتبع المسارات وكل ذلك سنفهمه جيدا. الآن نحن في مرحلة بسيطة جدا، فقط التفريق بين عدد البوردات ومهمتها، بحيث أن بوردة ناقصة من العد، يعني ليست لدينا أربع بوردات، لا يعني أنه يعني أن الموضوع ملغي، وإنما هي مدموجة في بوردة أخرى. جيد، إذا سنأخذ شكل آخر، وهي شاشة سامسونج كما تلاحظون، المين بورد، باور سبلاي، و يعني بوردات التيكون موجودة هنا في حافة الشاشة، يعني موجودة لدينا التيكون، لدينا مين بورد وباور سبلاي، بينما الإضاءة كما ترون هذا هو السلك الخاص بالإضاءة، ما يعني أنها مدمجة في هذه الجهة. يعني هنا بالنظر
إلى الجهاز من الخلفية تظهر لنا فقط هذه البوردة وهذه البوردة، بينما التيكون هو موجود هنا والدرايفر ليد هو مدموج هنا، وهذه شاشة سامسونج كما ترون، هذا هو الشعار. يعني ليس شرطا عدد البوردات وليس شرطا أن تظهر، يعني حتى لاحظ معي هنا لا يمكننا أن نفرق أين هو، يعني أين تقف باور سبلاي وأين تبدأ دائرة الإضاءة. الآن سنمر إلى شاشة صينية، شاشة صينية 3:1، يعني أشهر البوردات الصينية هي 3:1، وسنرى شكلها من الداخل. ثم لدينا هذه البوردات، شاشات صينية معروفة جدا، لدي هذه المسطرة هنا، مسطرة التيكون. جيد، إذا ها هي البوردة الأولى، ها هي هنا. تتبقى لنا 3 بوردات وهي الباور سبلاي، المين بورد، والانفرتر. هذه 3 بوردات كلها مجتمعة في هذا الجزء الأخضر الذي يظهر لك هنا. جيد، هنا باور سبلاي إلى حدود المحول، إلى حدود المحول هنا باور سبلاي في هذا الجزء، هنا دائرة الإضاءة في هذا الجزء هنا، وهنا المين بورد، وهنا المعالج، وهنا منافذ يعني الشاشة. يعني أن عدد البوردات في الجهاز لا يعني شيئا، فقط كل بوردة تقوم بعملها سواء أدمجت أو فصلت، يعني العمل موجود، دائرة إضاءة موجودة، يعني ليس هناك احتمال حتى 1 في المليون أن تلك الدائرة غير موجودة في هذا الجهاز، هي موجودة فقط ابحث عنها، دائرة كذا موجودة فقط ابحث عنها ستجدها. إذا كانت مدموجة بهذه الطريقة فيمكنك تتبع الآثار. طبعا هذه البداية قد يراها البعض، يعني لا فائدة منها أو ليست ضرورية وما إلى ذلك، لكن الدورة هي لأشخاص لا يعرفون ماذا يوجد داخل الجهاز إلى مرحلة الاحتراف، لا يعرف ماذا يوجد داخل الجهاز إلى مرحلة الاحتراف. إن شاء الله تعالى يعني نطلب من الله التوفيق، ونطلب دعواتكم أن تستمر الدورة إن شاء الله تعالى إلى آخرها، وأن تصل المعلومة وتصل الفكرة، ويصبح كل شيء سهل للجميع إن أطال الله في العمر. إذا الفكرة الأساسية من هذا الفيديو التقديمي أن عدد البوردات في شاشة ليد، باور سبلاي، مين بورد، درايفر ليد للإضاءة، والتيكون. التيكون ليس شرطا أن يكون متصلا، بمعنى أنه يمكن أن يكون على شكل مربع، لكنه أساسي، يعني يجب أن يكون. الباور سبلاي يمكن أن تدمج مع شيء أو لا تدمج، لكن هي ضرورية. المين بورد يمكن أن تدمج أو لا تدمج، لكنها ضرورية. ودرايفر ليد يمكن أن يدمج أو لا يدمج، لكنه ضروري. إذا هذه الأربع دوائر هي موجودة في ظهر الشاشة، بينما في وجه الشاشة توجد ليدات الإضاءة سواء كانت خلفية أو حواف، يعني جانبية إيدج، فهي موجودة، يعني دائرة الإضاءة في شاشة الليد هي موجودة. ولدينا البانل، طبعا هذه الأشياء الليد والبانل وما إلى ذلك هي موجودة في آخر الدورة، بينما الآن أو في بداية الدورة ستكون البداية طبيعة الحال بالباور سبلاي. الباور سبلاي وهي أول شيء يدخل إليه يعني الجهد الكهربائي في الجهاز. جيد، عند الحديث عن الباور سبلاي يجب التفريق بين الشاشات الصينية والشاشات الأصلية. لماذا قمت بعرض عدة شاشات أمامكم؟ حتى تفهم طريقة وعمل تسلسل الحلقات في هذه الدورة. فقط ركز معي، توجد شاشات أصلية وشاشات صينية. جيد، كلها تحتوي على الأربع دوائر التي ذكرت. الشاشات الأصلية بها 4 دوائر، الشاشات الصينية بها 4 دوائر. جيد، سنأخذ الشاشات الصينية، نشرح باور سبلاي، مين بورد، درايفر ليد، وسنأخذ بعدها شاشات أصلية، نشرح باور سبلاي، مين بورد، ودرايفر ليد. بينما التيكون والإضاءة فأغلبها متشابهة. جيد، يعني التيكون هذه المسطرة والليدات الموجودة في واجهة الجهاز مع البانل هي أغلبها متشابهة بين كل هذه الشاشات التي ذكرنا. أين يوجد الفرق؟ الفرق يوجد في الجهة الخلفية. لذلك هناك فصل تام بين الجهاز الصيني والجهاز الأصلي. جيد، لذلك لا يمكننا أن نقوم بدمج هذه الأشياء. لذلك لوصول الفكرة بشكل جيد وسلس سنقوم بأخذ الشاشات الصينية، نقوم بشرح الباور سبلاي،
لوحدها، نقوم بشرح المين بورد لوحدها، نقوم بشرح درايفر ليد لوحده. بعد ذلك ننتقل إلى الأجهزة الأصلية، الباور سبلاي، المين بورد، ودرايفرات الليد. طبعا هذه الشروحات، ربما كل شرح سيأخذ منا ربما بين 10 والـ20 دقيقة. على سبيل المثال باور سبلاي 10 إلى 20 دقيقة، يعني شرح تفصيلي. الباور سبلاي بها عدة دوائر، أتحدث عن كل دائرة في الباور سبلاي 10 20 دقيقة. في المين بورد لدينا عدة دوائر، كل حلقة 10 20 دقيقة، وهكذا. درايفر ليد كذلك، عندما ننتهي من الصينية ندخل إلى الشاشات الأصلية. طبعا في البلدان العربية توجد شاشات، يعني الصينية موجودة بكثرة، بينما في الدول الأوروبية فهي غير موجودة نهائيا، فقط توجد شاشات ال جي سامسونج، سوني، توشيبا، أسماء معروفة جدا هي فقط موجودة. لذلك بما أن القناة يعني تهتم بالمحتوى العربي، فالشاشات الصينية هي الأكثر طلبا، وهي الأكثر يعني تواجدا في المنازل لدى الأشخاص الذين يريدون إصلاح أجهزتهم. ومن فال20 جزءا أو الـ20 حلقة الأولى من دورة الشاشات هي خاصة فقط بالتعريف، يعني نقوم بتعريف هذا الجزء، نقوم بتعريف هذا الجزء، نقوم بتتبع مسار هذا الجزء. بعد الـ20، أي من المفترض أنك فهمت طريقة عمل الشاشة، طريقة القياسات، طريقة الدخول وخروج الجهود، طريقة الانتقال من وضع ستوند باي إلى وضع الأون. بعد ذلك نتحدث عن الأعطال، إن أطال الله في العمر. إذا إلى أن نلتقي إلى المحبة، دمتم في رعاية الله، كان معكم سوي المياه.